اهلا فيكم بحلقه جديده من ذا باز اكسترا، بتابعوها على بليك. كالعاده الحلقه منوعه بالحصريات، اللقاءات والاخبار الفنيه، والبدايه مع العناوين. حصرياً عبر بلينكس تفاصيل The Latest Night من الرياض مع أهم نجمات الوطن العربي. مع نجوم بلينكس مهرجان البحر الأحمر السينمائي بليلته الختامية. جهد جبار جداً في صناعة السينما والترفيه. في أفلام متميزة. بيقدر ينافس مهرجانات العالمية. ما شاء الله كل سنة بيتغير. ظافر العابدين بيكشف كواليس فيلمه إلى ابني وسعيد بالأصدقاء. لو الأسرة حلت مشاكلها المجتمع يحل مشاكله. عيض المنهالي بيشعل الأجواء بالعين وفخور بإنجازات بلده الإمارات. كل عام وإحنا وإنتوا بخير ووطني بخير. وجانا حداد عبر بلينكس، الإمارات بلد الإبداع والإنسان. إحنا بخير، دم إنه شعب الإمارات بخير. وبالحلقة اليوم طبعاً كل الترندز مع هبة وأخبار السينما مع طارق. أسابيع قليلة بتفصلنا عن نهاية العام وبداية عام 2024، ورغم الظروف الصعبة بعالمنا العربي إلا أنه الحفلات عم تتحضر وفي حركة فنية مهمة رح نشوفها 100% يا إلهام. بس بالأول بدي لك الحمد على السلامة، مرسي، نورتي بالرجعة. وأكيد رجعة ومتحمسة ومعك شي خبريات تقيلة. أول شي، ما كانت المدة اللي فاتت هينا أبداً. سلامتك. أنا راجعة ثانكي وجيبت لك خبر حصري. هادي لنشوف. هو ليلة مميزة برأس السنة وتحديداً بالعالم عاصمة السعودية الرياض. في عدد من النجمات عم بيحضروا للقاء على مسرح محمد عبده بحفل بيحمل عنوان The Ladies Night. حلو، يعني معنى الكلام اللي فهمته أنا صراحة أنه ما رح يكون في نجوم شباب بالحفل، بس نجمات. صح 100%، كنا كلامك صح، بس نسبة نجمات. طيب مين هن النجمات؟ هلا شفنا الأخبار اللي انتشرت على السوشيال ميديا عنها أنه في ليلة تكريمية للراحلة وردة الجزائرية، وراح يشاركها فيها الليلة كل من إليسا، نانسي، أصالة وأنغام. حلو كتير، يعني هي نفس الليلة تبع ليلة وردة هي الليديز نايت؟ هلا صحيح، لكن مو بنفس الطريقه. أوكي. يعني انه طريقه راح تكون مختلفه عن الاشياء اللي تم تداولها. فهالليله راح تكون قائمه على تريو مثل تريو نايتس. لكن حلو. بس للا ليديز. حلو كتير، يعني هن راح نشوف ثلاث نجمات مع بعض. صح. ثلاث نجمات تريو، يعني ليله بتشبه ليله وديع الصافي السنه الماضيه. اي ثينك يس. حلو. على كل حال انا كمان سمعت انه اليوم كمان راح نشوف احلام ونوال الكويتيه، راح يشاركوا داليا مبارك واميمه طالب اي ثينك، ومعهم كمان اسماء المنور. كان كلياتهم راح يشاركوا بهذا الشيء لتكريم الراحله ورده بعد حوالي 12 سنه على وفاتها. صح. بس بعيداً على هالحفل، نجوى كرم راح تكون بدبي ومعها شيرين عبد الوهاب، عم بيشاركوا الحفل مع جورج وسوف. أما نوال الزغمي فراح تكون بألمانيا عم تستقبل العام الجديد. يا بختة صراحة، الحفلات عن نيو يير كتيرة، فراح نشوف كمان راغب علامة بالبحرين، وائل كفوري ببيروت اللي ممكن كمان نشوف فيها كاظم الساهر، بس لهلأ ما تأكد الحفل. أما الحفلات اللي تأكدت، كنان ببيروت فتجمع ملحمزين مع ناصف زيتون ورحمة رياض، فارس كرم راح يطلع على الجمهور بحفلتين، بينما وائل جسار مثل العادة بمصر. أوكي. على كل حال الحفلات بديسمبر ما وقفت على رأس السنة أكيد، فالكل ناطر الحفل اللي راح يجمع أصالة وأحلام. أنا ناطر. أنا ناطر صراحة. ما بتقول لي إنه راح نروح مع بعض وبعدين ما بنرجع بنروح. راح نروح. ما بتوعدني بشيء. والله راح نروح. خلص أنا عم لك، راح تشوفوا ستورياتنا أنا وياها مع بعض. وكمان راح نشوف حفل كاظم الساهر بالإمارات يوم 22. إلى جانب الحفلات والاحتفالات، شفنا اختتام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة بمدينة جدة السعودية، وكل عادة كنا موجودين على الريد كاربت. شوفوا معنا هالتقرير. ختم مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية دورته الثالثة، اللي اتضمنت مفاجآت عديدة وتكريمات مستحقة لأهم النجوم العالميين والعرب، وأبرزهم النجم العالمي نيكولاس كيج. Thank you Red Sea International Film Festival for this thoughtful recognition. I greatly appreciate you inviting me to your enchanted land. We are here to celebrate film as we should. أيضا بهالليلة تم تكريم جيسون ستيثم وهالي باري.
enjoyed my conversation. I got a chance to talk about some things that were very important to me and highlight, I think, the work of women. إليسا وأحمد سعد كانوا نجوم الحفل الختامي وتفاعل مع أغانيهم الحاضرين من نجوم السينمائيين وجمهور. موجود اليوم بختام راتسي فاستيفال. أكيد يوم مبروك لكل اللي ربحوا اليوم جوائز. عدد كبير من نجوم التمثيل بالعالم العربي حضروا فعاليات الاختتام، منهم سوسن بدر، يسرى، أمينة خليل، ظافر العبدين وغيرهم. أنا شايفة تنظيم رائع من أول لحظة وصلت فيها لغاية دلوقتي، من أول باب الطيارة لحد هنا على الريد كاربت. كل شيء متنظم صح. شفت كتير في أفلام متميزة أتمنى أشوفها بعد كده. امبارح شفت فيلم المصري لأنه كنت موجودة أنف وثلاث عيون، قصة كاتبنا الكبير أستاذ إحسان عبد القدوس وإخراج أمير رمسيس، فيلم جميل ربنا يوفقهم. عاملة جهد جبار جدا جدا ومهم جدا في صناعة السينما والترفيه، وصناعة السينما والترفيه والثقافة أهم صناعة ممكن نعملها، إن احنا شعوب أكتر حاجة بنعرف نصدرها الناس. أنا سعيد بالمهرجان، أنا دي تاني مرة أجي في دورته التالتة، وسعيد إن المهرجان بيكبر تنظيماً والمحتوى وكمان الاندستري والمنح، ودي بالنسبة لي حاجة مهمة أوي لأنها اللي بتزق الصناعة، وفخور بالفيلم المصري والأفلام المصرية التلاتة طبعاً. مهرجان قوي يعني حقيقة بكل فعالياته، مهرجان قوي قدر حقيقي إن هو يثبت جدارته يعني في وسط المهرجانات الدولية. حقيقي حابة أشوف فيلم شماريخ إخراج عمرو سلامة، وحابة أشوف أنف وثلاث عيون اخراج امير رمسيس، واكيد يعني مبروك لكل زمايلي اللي في الافلام دي. الاكتر ان انا مبسوطه ان احنا في مهرجان بيحتفل بالسينما والفن في السعوديه، دي حاجه ما كناش نتخيلها وفرحانين بيها. وكالعاده بالحفل الختامي تم توزيع الجوائز على الافلام وصناعها، ففاز فيلم في ألسنة اللهب للمخرج زرار كان بجائزه اليسر الذهبي لافضل فيلم طويل. بعد ما بعتكم جائزة الجمهور من فيلم العلا حصل عليها فيلم فاقد الأمل للمخرج كيم تشانغ هون، أما صالح بكري ففاز بجائزة أفضل ممثل على الفيلم الفلسطيني الأستاذ اللي حصد أيضا جائزة لجنة التحكيم. منى حوا حصدت جائزة أفضل ممثل عن فيلم إن شاء الله ولد، أما جائزة أفضل فيلم سعودي فكانت لصالح فيلم نورا. مبسوط بالمهرجان ككل بكل أيامه، هي 7 أيام تقريبا كانت أو 8 أيام، لكن كل الأماني إنه المهرجان كل سنة نشوفه دائما يصير ويكبر ويكون مكان نجتمع فيه كلنا، ويكون مكان نخلق منه أشياء تبقى وتعيش مع الزمن والناس دائما تتذكرها. ترى أنا أحسن، أنت تخبي مشاعرك ورا النقاب. أجواء الريد كاربت كانت مفعمة بالإيجابية، فالنجوم أطلوا بأبهى صورة، وكانت رسائل الإعجاب بفعاليات المهرجان واضحة عبر بلينكس. فخورة جداً أنه هذا المهرجان بيقيم في بلدنا في السعودية وتحديداً في جدة. الأفلام العالمية والسعودية كانت مشرفة هذه السنة، استمتعت بكل الأفلام السعودية وخصوصاً فيلم هجان. يعطيهم ألف عافية الشباب، وإن شاء الله السنة الجاية نبهركم أكثر. أجواء جميلة جداً، أنا جداً سعيد ومتشرف أن أنا قاعد أشارك في الدورة الثالثة. أجواء ساحرة وجميلة جداً جداً. الثنائي سارة أبي كنعان ووسام فارس اللي أعلنوا عن قصة الحب اللي جمعتهم مؤخراً أطلوا بألوان متناسقة، وكانوا آخر انسجام على الريد كاربت. ببيض الوجه بالعالمية يعني قدام الانترناشنال ببيض وجهنا نحن كعرب، ونحن فخورين بهذا الشيء، وإن شاء الله من نجاح لنجاح سنة بعد سنة يا رب. بعتقد مهرجان بيقدر ينافس مهرجانات العالمية، عم نشوف تنظيم رائع من أول ما وصلت التجربة، ولا أحلى من هيك. مثل ما شايف الناس لقطة حلوة، وأي هوب يعني كل سنة بعد سنة بعد نكبر أكتر ويصير في عنا الخبرة الأكتر بعد لنضل عم نتطور ونتحسن بهالمجال. وكان للنجوم كلمات عدة اتحدثوا فيها عبر بلينكس عن المهرجان. يا سلام يا سلام، إيه ده؟ إحنا دائما نتمنى إن كل نسخة تكون أفضل من النسخة اللي بعدها. النسخة الثالثة هذه تعدت هذا الشيء. وأول شيء وأهم شيء بالنسبة لي أنا كفنان سعودي إني شفت 10 أفلام طويلة هنا. محفل عالمي بكل المقاييس، مهرجان البحر الأحمر يضع اسمه في خارطة المهرجانات في العالم وينافس بقوة، في أفلام عظيمة موجودة. المهرجان ما شاء الله كل سنة بيتغير وكل سنة للأفضل، فأنا مرة مبسوطة بكل الأسماء العالمية اللي جات وحضرت المهرجان هذه السنة.
يعني فعلا هالحدث صار عالمي وكنا شفنا اسامي كبيره صراحه ما كنا متخيلين نشوفها بمهرجان. كل سنه لسنه بننتظرها يعني. يعني شفنا جوني ديب وشفنا ويل سميث شفنا شارون ستون ونجوم كتار بهالحجم. عن جد بتحسي حالك بهوليوود؟ صح والله. يعني حتى بعيدا عن فعاليات السجاده الحمراء، المهرجان شهد انطلاقه اكثر من فيلم، كان من بينها فيلم الى ابني لظافر العابدين اللي اثر كثير بالحاضرين. صحيح، وبلينكس كانت واكبه اطلاق هالفيلم بجده. خلينا نتابع مع بعض. هذا كتابي، كن حكيما صبورا حاذقا ابدا. خاض الفنان التونسي ظافر العابدين تجربة صعبة وتحدي كبير بتقديم فيلم سعودي وباللهجة السعودية من خلال فيلم إلى ابني، فكان بهالعمل البطل والكاتب والمخرج. هذا هو بيتنا اللي تربيت فيه. وقدم ظافر بهالعمل دور فيصل اللي عاش بلندن ورجع على مدينة أبها السعودية اللي هي مسقط رأسه، وتم عرض هالفيلم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة بحضور أكثر من 1000 شخص. بطبيعة الحال واجه صافر العديد من التحديات، أبرز تقديم اللهجة السعودية واللي أشار أنه تعلمها وجرب يحترفها لفترة طويلة قبل الانطلاق بتصوير الفيلم. بحبك مرة أخويا. وأنا كمان. أنت ما هتعرف تلعب. وتحدث صافر عن هالتجربة اللي أشاد فيها كتير من النقاد وحصد إعجاب الجمهور اللي شاهده، فكشف بالحديث مع بلينكس عن أهمية الأسرة اللي أراد بهالعمل إنه يطرحها وأهميتها بالنسبة للمجتمع. فيلم إلى ابني هو طبعا يتعامل مع فكرة الأسرة، يتعامل فكرة الأب وابنه، لكن فما الحفيد، فما أيضا الإخوة البنات، فما طبعا تصادم بين الأفكار، بين الإنسان يحب يحافظ على أفكار معينة والإنسان اللي يحب يروح أفكار ممكن أكثر منها أوروبية، وكيف التوصل اللي middle ground، إنه الناس تعيش مع بعض وتحترم أفكار بعض وترقى مسافة تقربهم من بعض ويكون فما تسامح. بالنسبة لي مسج مهم جدا، لأنه الأسرة هي اللي تمثل المجتمع. يعني لو فهمت الأسرة تفهم المجتمع، لو الأسرة حلت مشاكلها المجتمع يحل مشاكله. واتطرق ظافر بالحديث عن اختيار الممثلين المشاركين بهالعمل وعلى أي أساس تم اختيار كل شخص من فريق العمل. الكاست على اساس انه كل ممثل لازم يكون الانسب للدور. بالنسبه لي هذا مهم جدا، يعني ما عنديش احكام مسبقه على الممثلين، شوف الممثلين اللي مين لازم يكون الانسب للشخصيه، مين ممكن يعطيها حقها اكثر، وهذا اهم شيء قبل اي تفصيل اخر يعني. وقبل ختام لقائنا مع ظافر تحدث عن العمل اللي جمعه مع المخرج امير رمسيس بمصر. انا سعدت بالتجربه مع علبوني ومع الاخ والصديق امير رمسيس. فيلم مهم مهم مصري، لانه من كلاسيكيات السينما المصريه، نجوم كبار كانوا موجودين في الفيلم. الآن مختلف، فيلم مختلف، لأنه 2023 علاقات مختلفة، علاقات من الآن أصبحت مختلفة على 30 سنة من قبل، فمتشوق جداً ردة فعل الجمهور لأنه موضوع مصري بحت، حكاية مصرية، وعندي مدة طويلة ما كنتش موجود في السينما ولا الدراما المصرية، فبالنسبة لي أنا عودة مهمة جداً. كيف حالك أبويا؟ كنان، أنا بصراحة فرحانة وفخورة برشا بظافر لأنه أكيد. دايماً بيفاجئنا بإبداعه وبنجاحاته. أكيد حلو كتير يعني، وخصوصاً كتونسية يعني أنا كمان فخور فيه، حتى لو ماني تونسي بس كمان فخور فيه. بكل مهرجان عم يكون إلى أفلام آخر فترة، في متذكرة غدوة أول شيء؟ شو يعني غدوة؟ غدوة يعني بكرة؟ يعني بكرة. حلو، متذكرتي للفيلم؟ إيه، بس كنان عم بيقولوا إنه هالفيلم إلى ابني أحلى من غدوة، فمحمسين لنشوف الفيلم. حلو. على سيرة الأفلام صار وقت نشوف طارق شو مخبيلنا لليوم. وينك يا طارق؟ طارق يا مساء الخيرات. يا مساء النورات. كيفك؟ واقف صح ظابط. ماشي حالكم؟ كيفك انت؟ سمعتكم عم تحكوا على الى ابني؟ صح. واو، ما حضرته انا، بس عرفت القصه. احكي لكم هيك عنها شوي على السريع. بيحكي عن اب وابن رجعوا على البلد من بعد غياب على السعوديه، وتفاجئوا بكثير قصص بالبلد متغيره، فاختلفت عليهم الحياه وتعرض الاب لضغوطات كثيره، فظافر واو على هالدور. شو حلو طالما حلو انترستينج. انا فتت فورا بالاعمال. رح بلش معكم باول عمل لليوم، A Perfect Story على نتفليكس. باي ذا واي الهام، يعني اليوم الاعمال كلها تركيه. الله. وباي ذا واي انا عندي عتب عليك. شو؟ لانه ذا تايلر سيزون 1 اوكي، سيزون 2 اوكي، نص سيزون 2 لا، سيزون 3 مع انا مريضه يعني متت. دمار. دمرت كثير كثير صعب. ما حبيت صراحه. يا
اوكي انا قلت لك باي ذا واي صعب. لا بس انت حمسني يعني انه بس حلو بس انه لا أوكي. هو حلو. انا بلشت فيه سلسله ما كفيته بصراحه كثير حلو بنصحك سيزون 1 2 خلاص وقف ارجع اسال طارق شو كان في النهايه وخلص ما تضيع وقت قصه هالعمل بيرفكت ستوري ماخوذه عن كتاب باي ذا واي كترانين هالايام هدول الاعمال ماخوذه عن كتب عم نحكي عن قصه صبيه بتهرب من عرسها وفجاه بتلاقي شاب كمان تركته حبيبته فهي هربانة من عرسها هو ترك حبيبته حبيبته تركته وبفترة بيقرروا انه يقضوا وقت مع بعضهم حلو. ويجنوا مع بعضهم in a way لحتى يطلعوا من الحالة حلو. اللي هنن فيها تيجي عبالي هاي الدراما انا شو مثلا شو عبالك الجن؟ عبالي هاي الدراما كلها الفكرة انه قديه صعب بس انه الواحد عن جد يترك ويدخل بعلاقة بهالسرعة يعني I can't understand that there is no way انا بدي الدراما بلا العلاقات تمام حتى هو بيحس بالدراما شوي يلا It wasn't me The girl who ran from her own wedding It wasn't me باي ذا واي ذكرني ببداية فريندز كيف ريتشل بتهرب من عرسها وبتتعرف على كل الشله صح يعني هلا البداية شوية كليشيه يعني بس اكزاكتلي عشان هيك شو تقييمي 5.5 ايوه بس حلو ستيل 5.5 منيح بالنسبة لك بالنسبة لك انا بحسه كثير منيح لانه 5 حلقات وبيخلص على السريع ما بتعذبوا فيك اوكي تمام السبوت لايت لهالاسبوع ولانه كتران العمل التركية مثل ما قلت بدنا نحكي عن اسمي فرح على شاهد انت شو اسمك؟ اسمي فرح عم بيكون بالمرتبة الخامسة لهالاسبوع عم نشوف قصة صبية لاجئة بتشهد بالصدفة على جريمة قتل فالمافيا بتقرر تلاحقها حزينة شو هالصدفة البشعة حزينة وعاية شو هالصدفة البشعة بالنسبة لها انا هلا بحكي لك شو القصة في قصة من وراها عم نشوف فيها العمل انجن ايكيروك عم نشوف ديمت اوزديمير وعم نشوف فيراد تانيس يا لطيف صعبين الاسماء صح؟ ايه واحد منا نحن بنعرف بالك تكون تركي بتحكي تركي حبيت تشوكسي بيورو واحد من الممثلين بنعرفه بدور عمر بالعشق الاسود وديمت بعرفه اثنين معروفين اجتمعوا مع بعضهم سبويلر اليرت يلا البطلة عم تكون طبيبة جراحة قبل اللجوء كانت تمارس هالمهنة كانت رايحة على فرنسا ولكن بنص الطريق اكتشفت انه هي حامل فعلقت بتركيا ولأن علقت بتركيا قررت تشتغل عاملة نظافة عند المافيا بس ما كانت بتعرف انه هن المافيا اوكي فشافت الجريمة بس كثير حلوة ها هي يعني ما نتبكل القصة ما نتبكل ابدا بتعرف كيف صارت تبكل لما حبته لصاحب المافيا تركي يعني اكزاكتلي اجباري اوكي فيعني هون انا بلشت احس انه بورينج ما يجي يعني وكمان ابنها بيكون مريض ومضطر انها تساعده فهو بيحن قلبه ما بيقتلها لقطات في حدا بغرفتي كريم شو مرض هذا الصبي ليش هو هيك من وقت اللي خلق مناعته ضعيفة وما بيتحمل امي شو بده هذا الزلمة منا 3/10 لا 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 3 اوه لا لا زيادة معلق وقفت عند الحلقة 30 باي ذا واي ليش كم حلقة تركي كم 90. يعني 60 عطى 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 لا وصار في سيزن 2 وقفوا انا خلاص ما منها مستاهلة ان سبسكرايب اوكي نو باي انا ما عملت شيء هاي لها سريعة لهالاسبوع 4 افلام بالسينما رح بلش معكم أول شيء بالجزء الجديد من The Hunger Games اللي عم بيكمل هاي السلسلة ويحكي عن هالقصة الفظيعة أنتوا بتحضروه عادة؟ لا ما حضرتوا؟ No way فظيع I'm not interested أوكي معك حق كثير عالم محبوه وأنا من نول بس مفظيع أوكي Silent Night بيحكي عن قصة أب بياخد حقه من عصابة during a Christmas dinner بلشنا نفوت بأجواء الكريسماس ونشوف هدول الأفلام بيذكركم شوي بهوم ألون شوية كوميديا دراما أوه شو حلو interesting صح؟ أوكي في عنا فيلم Migration Animation كثير مهضوم عائلة بط بيضيعوا وبيصير معهم قصص لذيذين بطة سميرفز شوي مالك بالبطة ديك رومي جاج ثانك يو جايز هي جوعانة هلا يعني بس من هالدرجة ما راح تشوف فيلم بط طيب واخر فيلم معنا لليوم سنة أولى خطف عم نشوف فيه بيومي فؤاد قصة عصابة بيحاولوا انه يعملوا سرقات كبرى بنوك وبيوت وهيك بس بيفشلوا بهالمهمة وبيقرروا يخطفوا أولاد
يعني فشلوا بهديك قرروا يفشلوا ولاد صغار يعني شو صار اي ولاد صغار وياخذوا منهم فديه وهيك بس بحس اي فيلم لبيومي بيضحك ما بعرف ليش هو ككاركتر يعني ممكن تابعه كرماله انا اكزاكتلي اكزاكتلي عشان هيك قلت لكم بيومي فؤاد بيشجعنا هذا كان كل شيء لهالاسبوع بس الاسبوع الجاي انا بدي افلام كريسماس اجى الكريسماس كيف عرفت تكرم بسيطه عندي كل الفقره حتكون كريسماس ناطر الاسبوع الجاي زودنا شوي تركي طارق بليز قصتنا مع الأفلام ما خلصت هون فرح نتابع مع فيلم جديد كمان تم إطلاقه بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وهو فيلم حوجن هالفيلم سعودي بامتياز من بطولة براء عالم ونور الخضراء ومن إخراج ياسر اليسري وكاميرا بلينكس كانت التقت هالأبطال يا إلهام ورجعت لنا بتقرير خاص بمجرد عرضه الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي حصل فيلم حوجاً على إشادات نقدية لافتة فوصفته سكرين ديلي بالملحمة الفانتازية الطموحة اللي بتضاهي جودته أفلام هوليوود الضخمة قصة فيلم حوجاً مقتبسة من رواية الكاتب السعودي إبراهيم عباس حوجاً وهالرواية بقيت الأكثر مبيعاً بالمملكة العربية السعودية لفترة طويلة حوجاً قصتنا حوجاً عبارة عن إسقاطات لأشياء إحنا بنعيشها كل يوم ولكن مع شوية فانتازيا حوجن نشرت بالصدفة حوجن هو اسم لزهرة سمي عليها وادي هذا الوادي هو اللي التقى فيه ميحائيل أو ميحال والد حوجن بالزهراء والدة حوجن لأول مرة في سيل كادت الزهراء أن تغرق وجاء ميحائيل وأنقذها تيمنا بهذا الموقف سموا ابنهم حوجن وبهالطريقة منكون عرفنا شو يعني حوجن ومن وين إجا هالاسم اللي حوله ياسر الياسري لفيلم كان أحد أبرز عناصره الممثل السعودي براء عالم اللي لعب دور جنة عمره 90 سنة عمرك حبيت؟ إذا قصدك قبل المرة هذه؟ هلا حوجن شاب صغير مراهق زي أي شاب في العالم يعني هو صح عمره 90 بقوانين الجن بس هو بقوانين البشر يمكن عمره 18 ولا 20 فهو قاعد يلاقي نفسه فهذاك العمر انت لسه ما تعرف ايش حتتوظف ايش كريرك ايش مهنتك تبي تعرف اكثر عن اجدادك وعن فهذا بالضبط حوجن وبعدين تقع في الغرام والحب بسرعه وبسهوله مع التجارب يعني اولى وهذا اللي صار مع حوجن بالضبط بالنسبه لبراء هالفيلم يعتبر جريء بافكاره ومضمونه الجديد واللي بيفضله على اي افكار تقليديه الاسم الفكره العالم كله غريب وكله جديد وكله مخاطره يعني لاي ممثل فإذا كنت حاعمل تجارب آمنة وكوميديا ودراما بيوت وطلاق وزواج وكذا متى حناخد خطوات جريئة؟ متى حنحاول نعمل شيء مختلف؟ أنا عندي أحاول أعمل شيء مختلف وجريء وأغلط أحسن من أني أحاول أقعد أسوي نفس الشيء الآمن كل سنة براء مثل كثير من النجوم السعوديين أملهم كبير بالسينما ومستقبلها القريب والبعيد السينما السعودية على مشارف عقد قادم 10 سنين أنا متأمل كثير في قصص من كل مكان في السعودية شارك براء ببطولة هالعمل أسماء عديدة أبرزهم نور الخضراء العنود سعود ونايف صفيري اللي كانت حدث لابلينكس عن هالتجربة أنا بصراحة من زمان كان نفسي أعمل شخصية زعنام وأنا بقرأ في الرواية الحمد لله تشاء الأقدار مع رحلة الحياة إنه تزبط معي إنه أعمل شخصية زعنام في رواية حوجن هي رواية أساسا محببة وهي رواية سعودية وأغلب حتى أبناء جدة يعني يعشقوا هذه الرواية الفيلم هذا خرجت منه بأنه يعني اشتغلت عالم الفانتازيا كواليس تصوير الفيلم كانت ممتعة بكافة تفاصيلها خاصة مع المخرج ياسر الياسري بشهادة براء ونايف في الكواليس كان الحب غامر وشعور بالعائلة كان رائع حقيقي أنا إذا خرجت من الفيلم هذا بشيء كبير فعلا فهو العائلة اللي خرجت بيها نور ونايف ومنصور وأستاذ ياسر الياسري وأستاذ إبراهيم عباس والعنود عائلة حقيقة نأخذها معانا وأثناء العمل كنا بنتعامل بهذا الأساس ياسر صراحة بأمانة كان بيعطي أقصى ما عندي يعني هو ما كان بس بيشتغل شغل المخرج هو بيشتغل كل شيء صراحة فده الشيء اللي خلى كل الناس يعني يكونوا محيطين فيه كان مايسترو أنا ممتن جدا صراحة أني تعرفت على ياسر والحمد لله وخلاص صارت أصبحت صداقة يعني الفيلم هذا الحمد لله أنه عرفني على شخصية زي ياسر طاقته عالية بيسمع مو كل الجان عبيد زيك أنت يا
ردة فعل إيجابية حققها الفيلم بالبحر الأحمر، إن شاء الله بينكتب له التوفيق بالبوكس أوفيس كمان. وإلى جانب هذا الفيلم في أفلام كتير تعرفنا عليها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، ورح نرجع لك كلها خلال الأيام القادمة بتقارير خاصة. كلامك كله صحيح كنان، أما هلا رح نتابع مع بعض أجواء الحفل الفني اللي جمع أيضا منهالي وجنى حداد وأصيل الهميم بإمارة العين بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، وأكيد إحنا كنا موجودين بالكواليس. كانت أجواء الحفل اللي جمع كل من عايدة المنهالي، ديانا حداد وأصيل هميم بإمارة العين، واللي احتفلوا خلاله باليوم الوطني 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة. كل عام وإحنا وإنتوا بخير ووطني بخير. الجمعة هذه تعني الكثير، وهي مشاعر مختلطة بين حب وفخر واعتزاز بهذا الوطن المعطاء. الله يديم الأمن والأمان علينا إن شاء الله. المشاعر كانت مشتركة بين عايدة وجمهوره بالعين، فالتفاعل معه كان رائع. أما هو فكانت سعادته كبيرة بإحياء اليوم الوطني، خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ اللي استضافته الإمارات. قيادتنا دائما تتطلع لما هو أبعد وأبعد وأبعد. خلصنا من إكسبو، دخلنا في كوب، وإن شاء الله القادم أعظم، ونحن نفتخر ونتشرف أن تكون عندنا هالمؤتمرات العظيمة، وبالذات كوب اللي هي محافظة على البيئة. وإن شاء الله عن الإمارات إلى من أعلى إلى أعلى. بالختام عايدة خبرنا عن تحضيراته الفنية للفترة القادمة. جزء إن شاء الله أغنية قادمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله، من كلمات شاعر أحمد المسافري وألحان أخوي فايز سعيد. النجمة اللبنانية ديانا حداد شاركت بهالحفل مثل كل سنة، وفرحتها كانت كبيرة باليوم الوطني للبلد اللي بتحمل جنسيته من سنوات طويلة. هذا اليوم يوم كتير مهم، يوم مش بس لألي، لكل الإماراتيين، لكل المقيمين على أرض الإمارات. احتفالية يوم التأسيس، يوم الاتحاد، ذكرى جميلة. بحرص دايما أن يكون إلي تواجد بكل حفلات بدولة الإمارات، شارك الناس فرحتهم. وبدي استلهم اليوم كلمة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، نحن بخير دم إنه شعب الإمارات بخير، ونعمة وجود شعب الإمارات. فنحن بنقول له الله يطول بعمره، وشيوخنا نعمة، وحكامنا نعمة، وشعبنا نعمة، والله يديم نعمة الأمن والأمان على كل دول الوطن العربي. ديانا عبرت عن فخرها بوطن الإمارات وبالإنجاز اللي حققته بمؤتمر كاف. الإمارات سباقة دائما، مع احترامي لكل الدول والوطن العربي كلهم، أكيد لهم مكانتهم، بس الإمارات دائما في إبداع، في يعني كرياتيفيتي. على الصعيد الفني ديانا عم تحضر عدة أعمال، وأثناء اللقاء كانت كشفت لنا عن تفاصيلها. كان في غنية المفروض تنزل بس بسبب الأوضاع تأجلت. غنية كتير حلوة، غنية عراقية لون تشوبي العراقي، لأول مرة أنا والفنان محمود التركي عم يغني من ألحانه، وفي مشاركة بصوته كمان موجودة، مفروض تنزل خلال يعني بس إن شاء الله تروق الأوضاع وتبين الأمور وتهدى. في كتير مجموعة من الأغاني يعني اللبنانية والخليجية والعراقية والمصرية، فإن شاء الله الجديد موجود دائما. النجمة العراقية أصيل هميم من النجمات اللي دايماً بيتم اختيارهم للمشاركة بالحفلات الوطنية، وهالأمر لاحظناه بالإمارات وبالسعودية وبعدة دول عربية. أكيد هذا فخر إلي، وأعتبر نفسي أنه أنا جداً محظوظة أنه دائماً أحتفل وياهم كل سنة في الإمارات ولا السعودية ولا يعني أي بلد أكيد عربي. سعيدة وفخورة ومبسوطة، وهذه شهادة كبيرة، وإن شاء الله يا ربي أقدر أكمل بهالمسيرة وحبي لهالبلد وناس، والله يديم عليهم الأمن والأمان يا رب. إلى جانب هذا الحفل كنا تابعنا كمان من أيام الحفل يلي جمع حسين الجسمي مع أحلام وبلقيس ضمن لقاءات The Buzz. أما اليوم ختامها مميز مع هبة كنان اللي رح تحكي لنا أكيد على أبرز الترندز على السوشيال ميديا. وينك هبة؟
هاي كنان، هاي إلهام، هاي هبة، هاي هبة، كيفكن؟ good. اشتقت لك، اشتقنا لك. حمد الله على السلامة. حمد الله على سلامتكم انتو الاثنين. thank you. الله يسلمكن. حمد الله على سلامتك. انت كمان حمد الله على السلامة انه هلا رجعنا لك محمسين. رجعتوا محمسين؟ في عنا اخبار قوية كثير. لعبانين؟ بتلعبوا شي جي تي اي؟ اكيد طبعا. شو جي تي اي؟ مقضي كل طفولتي عليها، ما خليت سياره بالحياه ما سرقتها. شو جي تي اي؟ يا الله شو كان انا بطفولتي كانت بالنسبه لي كنت فكرتها لعبه سيارات. يعني بطلع بنزل بحط سياره. لا طبعا لا. شو هي؟ لعبه فيها مغامرات تحديات، لازم عصابه تكوني انت عم تسرقي سياره لتقطعي مرحله وتروح. يا شو ممكن اشرح لكم؟ اخر فيرجن كانت اي ثينك يا رابعه يا الخامسه. مزبوط 100%. هلا نزل تريلر جي تي اي 6. والله والتريلر حقق يعني نجاح كبير. تخيل 30 مليون فيوز على اليوتيوب. سوري 100 مليون فيوز على اليوتيوب، 30 مليون فيوز على اكس، والعالم طاير عقلهم فيه وقلب الدنيا على السوشيال ميديا. حلو. قبل ما اخبركم اشياء عن اللعبه الجديده، خلونا نشوف مقاطع صغيره من التريلر ونرجع. اللعبة تقريباً من عمرنا، هي أول شيء جي تي أي 1 من 1997 والفايف نزلت ب 2013، يعني مش عشر سنين. عشر سنين لحتى يعملوا فيرجن جديدة؟ تخيل عشر سنين. حلوة طالعة وقد فيها رياليتي وقوية. اكزاكتلي لسه كان يعني هي 10 سنين بس، لسه بدك تستنى سنة لأنه لتنزل لل 2025 كمان. بس تراست مي، لأنه النطرة عن جد رح تكون مستاهلة. التطور اللي صاير فيها خطير. شغالين على الجرافيكس مثل ما انت عم تقول كانه رياليتي بطريقه رهيبه. يعني بتحضر التريلر بتحس كانك عم تشوف موفي اكثر ما انه ريل. صح. كل التفاصيل، الفيس اكسبريشنز، الوجوه، كل شيء عم بيصير كثير كثير دقيقين. حتى اذا بتشوفوا الشجر مثلا كيف بيتحرك وكيف بيتفاعلوا الاشياء مع المحيط. حبيت كثير والله، كانت ويت. بس احلى شيء في سربرايز ثانيه كمان، شيء غير انه هاي الفيرجن رح تكون نقله نوعيه، بس عن جد احلى شيء انه فاينلي صار في مين كاركتر بنت واسمها لوسيا بالجي تي اي. يلا اذا في ويلكم تو ذا كلوب. اذا في لوسيا بفكر انه يس، انه انا ما بحب الجيمز بس تعطي على لوسيا انت الاسم حسبي البقره. اذا شجعتوني خلاص رح اكون رح العب معكم. تعرفوني كيف منظبطه انت بس بلشي. اوكي تعال عافيك عليها. يلا نلعب سوا. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. عارف بقى انت بتحبوا لهدول القصص. من اكثر الترندز اللي انتشرت على السوشيال ميديا كمان كان في عندنا قصاي خولي وهاندا ارتشالي اللي التقوا بمهرجان البحر الاحمر. هن واقفين وعم يحكوا مع بعضهم من كثر ما كانوا مندمجين وبتحس انه في كيمستري كانهم بيعرفوا بعضهم من زمان. الناس اول شيء طار على فيهم. كل السوشيال ميديا بتحكي عنهم، بس كمان صاروا يقولوا انه في اعجاب بيناتهم. بس انا بقول انه ان شاء الله يصير في عمل يجمعوا اثنيناتهم. بتشيلوا؟ أنا شفت الفيديو كان فايرل على السوشيال ميديا، بس انه ايفن في عمل بيكون كتير حلو. شو لم الشامي على المغربي مثل ما بيقولوا تركي وسوري؟ احنا تلمينا على بعض. صح نحن شامي مغربي. اوكي. صح معك حق، ممكن تزبط. لا بشوفهم كاتب كتير حلو باي عمل دراما يكون مشترك. يلا والله ممكن. انت منك مقتنع بال ممكن بس شوف الفيديو هلا غير رايي. يلا خلي هلا واخيرا هالاسبوع شفنا ماكولي كولكن عم يحصل على نجمه بهوليوود ووك اوف فيم تكريما لدوره بسلسله افلام هوملون بعد 30 سنه. يا لطيف شو حلو لك. انا بس شفت الصوره وراكي كثير هيك رجعت بذكريات لورا وكثير انبسطت. ما بعرف رجعت بس منيح طلعت لها. يعني خير وخيرا ان تصل، خيرا ان لا تصل ابدا. 100% بعرف انا رجعتكم لذكريات حلوه كثير رح نحكي عنهم كلهم. بس قبل في شيء اكسكلوسيف معنا ببلينكس، خليني افرجيكم شو قال لما سالها ببلينكس حصريا شو رح يعمل اول شيء بعد ما تكرم. او ام جونا جو هوم، ام جوينج تو تشينج سم دايبرز، ام جونا ميك سم باباز. And yeah, I'm going to continue being a dad. أنا لما قال إنه لما بدي أعرف أول شيء إنه شو بده يعمل بعد التكريم، قلت يحضر هوم ألون مرة تانية. إنه ينبسط بإنجازه اللي عمله لحتى أخذ هاي النجمة. أنا بالنسبة لي كتير صعب تخيلوا إنه هو بدور الأب، يعني إنه ماني متقبلة هالفكرة اللي متعودين عليه هيك إنه. بس it's nice لما قال إنه. هلا موسمه على فكرة حلو إنه أخذ النجمة على موسم الكريسماس هلا. 100%. لأنه هو بتعرفوا يعني إنه فيلم كريسماس، أنا مستحيل يقطع الكريسماس بلا ما أحضره، صرت حضرانه تقريبا شي 10 مرات أو.
دايما مستحيل. بس شو احلى احلى شيء صار بكل هذا التكريم هو حضور كاتلين اوهارا والعلاقه الحلوه اللي موجوده بينها وبينه. يعني اولموست حضورهم مع بعض والكيمستري اللي لسه لهلا موجوده كانت حتكون ترند اكثر من النجمه بحد ذاتها. يعني كمان ما تنسي الموفي حرفيا مطبوع بذاكره كل حدا فينا. يعني هبه انا بدي اقول لكم شيء، انا الموفي كله ماني شايفته. عم تمزحي؟ لا انا شايفها مع الهام. عم تمزحي؟ اوكي. بس كله ايمت عندي بالبيت. ليك هي بظن اصدق مني بالموضوع. لا انا خلاص انت بس كموفي شايفه فيديوز، بس كموفي كامل ماني شايفته ولا مره. صار عندك الاسبوع جو هلا بالكريسماس بنحضرهم. اوكي انا ركبت الشجره. بدك تحضر يا اهلا وسهلا. هذا مو انا معي بعدين وانت اوكي. اصلا بس شوفي مو كثير رح تاثري، وبحس لهلا بعدنا نحن اللي حضرانينهم بنرجع بنشوف شفناهم يعني كانه ام وابنها. خليني افرجيكم كيف. يلا. وهلا في ترند ما انا كثير مالوفه كانت عندنا هالاسبوع، هو الاثيرات الاسرائيليات يلي اطلقت حماس سراحهم مؤخرا من فلسطين. شفناهم راجعين وبقوه على التيك توك فيديوهات ورقص وغنى، وأثاروا جدل كبير صراحة على السوشيال ميديا. يعني انقلب الرأي العام إذا بدك نصين، ناس عم يقولوا إنه ليكو شو هن مناح والأسرى الفلسطينية اللي عم يطلعوا من المعتقلات الإسرائيلية عم بيكونوا سوبر تعبانين، وناس عم بيقولوا إنه ليكو شو مناح، هذا دليل على إنه قديش حماس كانت عم تعاملهم بطريقة منيحة لحتى صحتهم الجسدية والنفسية كتير جاهزة لأنه ترقص وتغني. يعني بتحسي ما لازم يكون اسمهم الأسيرات الإسرائيلية، الأميرات الإسرائيلية هيك لازم يكون اسمهم، لأنه تعاملوا معاملة أميرات أكشلي يعني. عن جد الأفاق للتيك توك. exactly. يعني من الفيديو مبينين قديش كانوا مرتاحين، فما عاد بدي أعلق على هيك فيديوهات خلاص تعبت صراحة. تعرفت أنا حضرك يا إلهام معلش. وعلى سيرة الأسيرات الأميرات الإسرائيليات، خلوني أختم معكم بشيء ريليفنت، وهو هو تصريح من أرنولد. هو عم يأكد دعمه لإسرائيل وعم يزور عائلات الأسرى يلي لسه ما أطلقت سراحهم حماس، أو عزموا اللي عندهم إذا بدك على المكتب كمان، وعم يقدم لهم هدايا. وحتى انتشر له فيديو على السوشيال ميديا كان عم بيقول فيه أنا دايماً رح كون موجود وصديق كبير للشعب اليهودي بإسرائيل. الشيء اللي خلاه يخسر جزء كتير كبير من معجبينه ومحبينه. صح، أنا شفت هيدا الشيء على السوشيال ميديا، في كتير ناس طلعت وكانوا بيقولوا إنه أحنا كتير disappointed لإنه هيدا بالنسبة لأنه كان آيدول. بس إنه أنا كمان مستغربة من هالتصريح. أنا تضايقت. أنا واحد من الفانز اللي هو أول شخص شفته مثلاً بالجيم بالرياضة وهدول القصص، كان يعني الانفلونسر بالنسبة لي اللي بيحفزني لهدول التفاصيل. هلا هيك يعني حتى ما يعني ما جرب يحس ما يعني أرنولد زعلتنا شوي صغيرة منك. كتير. اوكي طيب، وهيك انا بختم معكم لليوم وبشوفكم نيكست ويك. ثانك يو كثير هبه. ثانك يو هبه، ميرسي. ثانك يو. على كل حال لهون حلقة الأسبوع من The Buzz Extra بتكون وصلت لنهايتها. ما تنسوا تحضروا The Buzz يومياً مع طارق وهبة. أما أنا كنان رح نكون معكم الأسبوع الجاي وبنفس الموعد. خليكم مع Blinks More Story. Let's know. Bye.